السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة الفاعوري من قناة ميدز ديو. إن شاء الله اليوم رح نكمل الجزء الثاني من التشابتر الأول في مادة الصيدلانيات Introduction to Pharmaceutical. رح نحكي عن البري فورموليشن ستدي، شو هي الدراسات اللي بتتم على الدراج قبل ما نبلش تصنيعه. نحن ممكن ندرس بعض الحالات اللي بتخص الكومباوند أو بعض الخصائص اللي بتخص الميكستشر الكومباوند ان ذا ميكستشر، بنشوف شو هي الخواص اللي نحن ممكن نتطرق لها. Early stage of any new formulation includes study to collect basic for information on the physical and chemical characteristics. نحن لازم ننتبه على المعلومات الأساسية الفيزيائية والكيميائية اللي ممكن تخص الformulation، الصيغة الكيميائية للمركب of the drug substance. These basic studies are the pre-formulation work needed before actual product formulation beginning. يعني قبل ما نبلش نحن الصناعة للمركب لازم ندرس شو هن الفيزيكال والكيميكال كاركترستيك للدراج سبستانس، لازم نشوف شو هي الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب. ففي عندنا فيزيكال ديسكريبشن، في عندنا مايكروسكوبيك اكزامينيشن، في عندنا ميلتينج بوينت، في عندنا بارتيكل سايز، بوليمورفيزم، سوليوبيليتي، ديسوليوشن، ممبرين بيرميابيليتي، بارتيشن كوفيشنت، في عندنا ديسوليوشن كونستانت. هاي العوامل تعتبر عوامل فيزيائية وعوامل كيميائية. هاي العوامل الفيزيائية والكيميائية لازم نحن ندرسها للمركب اللي بتكون منه الاكتيف انجريدينت او الدوسج فورم او الدواء او الدرج، يعني ندرسه قبل ما نبلش بتكوينه او تكوين الفورموليشن تبعه او نعمل منه يعني نصنعه كدواء. ففي البداية خلينا ندرس الفيزيكال ديسكريبشن اللي هي الوصف الفيزيائي او المنحة او الفيزيائي للمركبات اللي موجودة ضمن الاكتيف انجريدينت اللي بدنا نعمل منها ميكستشر. The purity of chemical substance is essential for its identification and for evaluation of its chemical او physical و biologic property. طبعا البيوريتي اول واحدة اللي هي النقاء بالنسبة للكيميكال سبستانس، لازم تكون مادة نقية. Most drug substances in use today are pure solid chemical compound of either crystalline or amorphous constitution. بالنسبة للسوليد كيميكال لحتى تكون هي بيور نحن بنستخدم الكريستالاين او الامورفوس، هن احد اشكال السوليد ماتيريال درسناهم بمادة الفيزيكال، بس نحن بنعرف انه الكريستالاين والامورفوس هي مور بيور ذان بوليمورفيزم. في عندنا التابلت اند كابسول كونستيتيوت ذا دوسج فورم ديسبنسد 70% اوف ذا تايم باي كوميونيتي فارماسيست. تقريبا نحن لما بدنا نصرف الدواء بنصرف الادويه اللي بتكون على شكل كابسول او تابلت بنسبه اكثر من 70% مقارنه مع باقي الدوسج فورم الاخرى، الشرابات زي السيرب زي التينكتشر زي الإليكزير أو الإنجكشن بشكل عام. فاعتمادنا بشكل أساسي على التابلت والكابسول، ليش؟ لأنه هي مادة بيور سوليد كيميكال كومباوند. With tablet dispensed twice as frequently as capsule. وحتى التابلت زي نفسه تنصرف يعني ضعفي ما نصرف من الكابسول. فهذا يعني بيوجهنا نحو أنه التابلت بتكون more pure solid chemical compound بالنسبة للدوزج فورم. بالنسبة للمايكروسكوبيك examination نحن بنعمل تحليل مايكروسكوبي مجهري للعينة أو للمركبات لحتى نعرف درجة النقاء اللي موجودة فيها. It gives an indication for particle size، تعطينا indication على particle size and size range of raw material along with the crystal structure. لما نحن نعمل microscopic examination راح يعطينا 3D shape بالنسبة للكومباوند، فراح يعطينا الكريستال ستراكشر والمدى اللي ممكن يكون فيه موجودة السايز لهاي الماتيريال. Uniform powder with spherical or oval shape flow more easily than non-uniform or needle shaped powder and make processing easier. طبعا نحن من خلال هاي العملية اللي نحن قمنا فيها اللي هي microscopic examination تواجد لدينا انه في عندنا ال 3D shape للبودر اللي بتكون على شكل spherical او oval، بتكون الفلو لها التدفق لها اسهل من الباودر اللي بتكون ما لها شكل او بتكون على شكل زي الابر. فهذا بيخلي عملية الذوبان بالنسبة للباودر اسهل. فهذا كله حصلنا عليها عن طريق الميكروسكوبيك examination، يعني احد طرق
الفيزيكال تيست اللي احنا ممكن نطبقها على الكومباوند. فهذا الشيء بيقودنا لانه نحن نعمل البودره او نستخدم البودره اللي بتكون على شكل سفيريكال او اوفال، يعني كروي او بيضوي. الاوبتيكال مايكروسكوبي مايكروسكوب اند سكانينج الكترون مايكروسكوب، نحن ممكن نستخدم المجهر العيني اللي نحن بنعرفه مجهر الضوئي، او المجهر الالكتروني اللي بنسميه سكانينج الكترون مايكروسكوبيك. هون بالنسبه للالكترون مايكروسكوب نحن بنعرف انه هو عباره عن نوعين، في عندنا السكانينج وفي عندنا الترانزيشن. الترانزيشن هون يعني مش كثير بيفيدنا كونه نحن بدنا نشوف الشكل الخارجي للبارتيكل، فبيكفي انه نستخدم عندنا السكانينج. هاي زي ما بنشوف الشكل الخارجي او ال 3D shape بالنسبة للبارتيكلز حسب الميكروسكوبيك اكزامينيشن وحسب الدياميتر. بالنسبة للميلتينج بوينت، نحن نعرف انه الميلتينج بوينت هي درجة انصهار السوليد، او هي درجة التوازن ما بين السوليد وما بين الليكويد. The temperature at which the pure liquid and solid exist in equilibrium، هاي تعريفها الحرفي انه بيكون في عندنا السوليد والليكويد في درجة حرارة متوازنة او في حالة توازن عند درجة حرارة معينة. درجة الحرارة هاي بنسميها الميلتينج بوينت. A pure substance has a defined melting point or melting range, a sharp melting peak. طبعا المادة كل ما كانت نقية اكثر كل ما كان لها نفس الميلتينج بوينت او الميلتينج رانج، بيكون في عندنا مجال بالنسبه للبيك اللي بيكون عليها او عندها الميلتينج بوينت لهي الماده لما تكون الماده بيور. لما تكون الماده فيها شوائب فاكيد رح تتغير عندنا الميلتينج بوينت، ولكن كل المواد في لها ميلتينج بوينت معين. زي الحديد مثلا في له ميلتينج بوينت معين، باقي المركبات في لها درجه حراره انصهار معينه. فلما تكون الماده بيور بيكون الميلتينج بوينت شارب، بتكون واضحه وبتكون لها defined melting point، لها بيكون melting point واضحة أو ثابتة. Substance will accept a change in melting point if not pure، زي ما حكيت لكم لما يكون في عندنا شوائب ضمن substance نفسه راح يتغير عندنا melting point بالنسبة لها. At low melting point substance have low heat of fusion، طبعا لما تكون عندنا melting point للمادة قليلة راح يكون عندنا low heat fusion بيكون قليل، الهيت اوف فيوجن تكون قليله. The quantity of heat absorbed when 1 gram of solid melt، يعني شو هو الهيت اوف فيوجن، شو هي اللي هي التدفق الحراري للماده، هي درجه الحراره اللازمه لحتى يمتصها 1 غرام من هاي الماده لحتى يصير له انصهار. فشي طبيعي كل ما كان عندنا low melting بيكون في عندنا low heat of fusion، يعني كل ما تناسب طردي كل ما زادت melting point بتزيد عندنا الهيت اوف فيوجن، يعني راح تحتاج المادة كمية أكبر من الحرارة لحتى إنها تنصهر. Which is related to the type of bonding in a specific substance، هذا كله بيرجع إلى طبيعة الروابط الكيميائية اللي موجودة ضمن السبستانس. May softening during a processing involve heat generation، ممكن يطلع عندنا خلال العملية الميكسينج أو عملية خلط المواد أو عمل الكومباوند ممكن يطلع عندنا بعض الحرارة ناتجة عن تحطيم هاي الروابط اللي بتكون موجودة أو تكوين روابط جديدة. The compatibility of various substances before inclusion in the same dosage form، ممكن يصير في عندنا أو الإشي اللي نحن بندور عليه إنه يكون في عندنا compatibility، توافق ما بين المواد اللي نحن راح نخلطها قبل ما يصير في عندنا dosage form كامل. فأكيد لازم يكون في عندنا compatibility، إذا ما كان في عندنا توافق وتجانس ما بين هاي المواد فالdosage form ما راح تتكون عندنا بشكل مظبوط. بالنسبة للبوليمورفيزم اللي هو الأشكال المتعددة أو الصلب المتعددة، the ability of solid material to exist in more than one form or crystal structure، هي الحالة اللي بيكون فيها المادة أو السوليد ماتيريال بشكل خاص في أشكال متعددة أو أكثر من شكل، وخاصة اللي هو الكريستال ستراكشر اللي نحن يعني بنسعى لأنه نحصل عليه لأنه هو زي ما بنعرف أنه هو بيور. At least one third of organic compound except polymorphism، على الأقل 31 of organic كومباوند راح يعطينا بوليمورفيزم او شكل ثلاثي الابعاد او عدد اشكال صلبه. بوليمورفيك فورم يوجوالي اكسيبت ديفرنت فيزيوكيميكال بروبرتيز اند تشينج ان كريستال كاركترستيك كان انفلوس بايو افيليبيليتي،
and chemical and physical stability and can have important implication in dosage form process function. يعني باختصار البوليمورفيزم يعني كل ما تغير شكله أو كل يعني الأشكال المتعددة بالنسبة للكومباوند هذا راح يحدد لنا عدة أشياء منها الفيزيوكيميكال بروبرتي خواص فيزيوكيميائية في عندنا راح يأثر على البيو أفيليبيليتي راح يأثر على الاستابيليتي وأيضا يعني راح يأثر بشكل عام على الدوسج فورم اللي نحن ماشيين في تكوينها أو بصنعها. In pseudopolymorphism, the different crystal type are result of hydration or solvent. في بعض الأحيان بيكون في عندنا ما يسمى بالبسودو بوليمورفيزم. هو عبارة عن بوليمورفيزم ولكنه كاذب. يعني هو يتشكل بشكل معين ولكن يعني سرعان ما يتغير إلى شكل آخر. فهذا بنسميه بسودو بوليمورفيزم. السبب الأساسي تبعه اللي هو الهيدريشن والسولفيشن. طبعا هذا غير محبب لأنه بيختلف بيظل يحول أو يتغير الـ 3D shape تبعه. فزي ما بنشوف عندنا الكريستالين حكينا انه هي ماده بيور هي والاموربوس بنشوف الكريستالين بيكون متوضع بشكل مرتب اما بالنسبه للاموربوس بيكون في عندنا بشكل غير مرتب ولكن هن بيكونوا كلهم نفس الشكل. بالنسبه للبوليمورفيزم ممكن نشوف اشكال متعدده في ضمن نفس الاستراكشر الواحد. The amorphous form of compound is always more soluble than corresponding crystal form. بالنسبه للسوليبل بالنسبه للامورفوس راح يكون عندنا مور سوليبل من الكريستالين. شيء طبيعي لانه في عندنا توزع غير منتظم للبارتيكلز في عندنا بالنسبه للكريستالين بتكون متراصه بشكل كبير فهذا الشيء راح يقلل من السوليبلتي. بول ميلينج سبراي دراينج فريز دراينج بريسيبيتيشن اند هوت ميلتينج بروسيس في عندنا بعض العمليات اللي نحن ممكن نطبقها على الامورفوس والكريستالين هي البول ميلينج والسبراي دراينج الفريز دراينج اخذناها هذول كلهم بالفيزيكال وفي عندنا البريسيبيتيشن الترسيب والهوت ميلت هذول ممكن بعض العمليات اللي احنا ممكن نطبقهم على الاشكال الامورفوس والكريستالين. However technological approaches are necessary to stabilize amorphous drug formulation such as co-amorphous mixture. يعني هذول بعض العمليات اللي احنا ممكن نستخدمهن لحتى نعدل على الامورفوس فورم لحتى نزيد من الاستابيليتي تبعته. بشكل اساسي نحن لما بدنا نصنع دواء اول اشي بيهمنا واكثر اشي بيهمنا اللي هو الاستابيليتي تبع الدواء ما يخرب الدواء لازم يظل في حالته الممتازة. بالنسبة للسوليوبيليتي هو يعتبر احد اهم العوامل اللي نحن بندرسها قبل ما نصنع الدواء. السوليوبيليتي هي تعتبر الذائبية بالنسبة للدراج بارتيكل ضمن الفلويد. اكويس سوليوبيليتي فور ثيرابيوتيك افيكاسي حوالي 37 درجة سيليزيوس فور الدراج تو انتير ذا سيستميك سيركوليشن اند اكزيرت ثيرابيوتيك افيكت ات ماست فيرست بي ان سوليوشن. يعني لما نحن ندرس السوليوبيليتي للدراج بندرسها على درجة حرارة 37 سيليزيوس اللي هي درجة حرارة الجسم لحتى يصير في عندنا ذوبان لهاي البارتيكلز لحتى تدخل على السيستميك سيركوليشن الدورة الدموية وبعد هيك تعطي فعالية بالنسبة للدواء أو الدرج. Relatively insoluble compound often exhibit incomplete or erratic absorption. أكيد طالما أنه الكومباوند بيكون عبارة عن insoluble غير ذائب فهذا الشيء رح يعطينا incomplete absorption يعني عندنا امتصاص غير تام أو غير فعال بالنسبة للدواء. Aqueous solubility لازم تكون أكثر من 1% على درجة حرارة 37 هي درجة حرارة الجسم. بالنسبة للأكويوس solubility نحن منقيسها أو منشوفها على درجة حرارة 4 لحتى نتأكد من ثباتية الخواص الفيزيائية بالنسبة للدرج عند التخزين. نحن بهمنا يكون أنه الدرج لما نصنعه لما نخزنه نحن نأخذ الجرعة مثلا ونخزن هذا الدواء بهمنا أنه يكون أثناء التخزين يحافظ على الخواص الفيزيائية تبعته. زي ما بنشوف عندنا هون بالنسبه للدوزج فورم التابلت لما تدخل الى الجسم رح يصير في لها تكسير بعد هيك بصير لها ديسوليوشن بتذوب بالفلويد بعد هيك بتمتصها الخلايا لحتى يصير في عندنا الافكت. Chemical modification of a drug into salt form is frequently used to increase solubility. نحن لحتى نزيد من السوليبيليتي بنحول الكومباوند على شكل سولت. سولت هي اتحاد الشوارد الموجبه والسالبه هذا الشيء بيزيد من السوليبيليتي للدرج. Controlled released product ممكن نتحكم بإطلاق المنتجات إنه يكون في عندنا الدرج نتحكم فيه إيمت يتكسر أو إيمت ممكن إنه ما يتكسر.
adjustment of the pH of the solvent to enhance solubility. ممكن نحسن الذائبية عن طريق ضبط ال pH للمحلول. بالنسبة للويك أسيد نستخدم له pH مرتفع أو منزيد ال pH. بالنسبة للبيس منخفض قيمة ال pH. Liquid filling in soft or hard gelatin capsule. ممكن نستخدم الجيلاتين كابسول اللي هن الكبسولات الجيلاتينية اللي نحنا زي ما بنعرفن. هذا الشيء ممكن يحسن من solubility. Small increase in solubility can be accomplished by particle size reduction. لما نخفض أو نقلل من حجم البارتيكلز هذا الشيء بيزيد من solubility. ممكن نستخدم co-solvent اللي هن المحاليل المساعدة. الكومبلكسيشن مثل السايكلودكسترين هو احد الطرق المستخدمه لزياده السوليوبيليتي. تستخدم ايضا لحمايه الكومباوند من الذوبان في اوساط غير مناسبه او اوساط غير مرغوبه، فهو يعتبر احد محسنات السوليوبيليتي. في عندنا اوليغوساكرايد كيج، هاي زي الغلاف اللي بيغلف، الغلاف هو عباره عن غلاف مكون من اوليغوساكرايد، هذا يعتبر احد انواع الكومبلكسيشن. ايضا احد الفيزيكال بروبرتي اللي احنا ممكن ناخذها بعين الاعتبار او ندرسها هي ديسوليوشن ريت، سرعه الديسوليوشن. كتعريف هي الوقت اللازم لحتى لهذا الدراج يذوب ضمن الفلويد في منطقه الابزوربشن، يعني في المكان اللي احنا بدنا يصير فيه له ابزوربشن لهذا الدراج. فاحنا بنشوف شو هي السرعه اللي او الوقت اللي اخذته هاي البارتيكلز او الكومباوند لحتى صار في لها ديسولد او ذوبان. The rate limiting step for the absorption of solid dosage form. وهذا dissolution rate يعتبر هو rate limiting step، هو الخطوة الحساسة أو الخطوة المهمة اللي نحنا ممكن نقيس من خلالها إنه solid dosage form بيكون، يعني ال dosage form بتكون على شكل solid، بتكون صلبة. الامتصاص تاعها في المنطقة المعينة نحن ممكن نعتبرها الـ rate limiting step بالنسبة للـ dissolution rate. dissolution rate بيكون أصغر من 0.1 ميليغرام سنتيمتر per minute. dissolution rate limited absorption. The most effective mean of obtaining higher dissolution rate is to use higher highly water soluble salt of the parent drug. لا حتى نحصل او نحسن من الديسوليوشن ريت نحن مستخدم هايلي ووتر سوليوبل، نستخدم املاح ذائبتها في الماء عالية، فهذا الشيء ممكن يحسن لنا من الديسوليوشن ريت او سرعة الذوبان. طبعا في عندنا قانون بالنسبة للديسوليوشن ريت اللي هو دي سي على دي تي، اللي هو الديسوليوشن ريت اوف دراج. نحسبه عن طريق القانون A على H ضرب دي اس ناقص سي. هذول الرموز مهمات. بالنسبه للـ A اللي هو السيرفيس اريا اوف سوليد، هي مساحه سطح الصلب، زي ما حكينا انه الديسوليوشن ريت هو الريت ليميتنج ستيب للسوليد دوزج فورم. بالنسبه للـ D اللي هو الاكويس ديفيوجن كوفيشنت. بالنسبه للـ H هو الديفيوجن لاير ثيكنس، الثيكنس تبع الديفيوجن لاير الطبقه اللي بتعبر عنها السائل. الـ S هو عباره عن دراج سوليوبيليتي at surface of dissolved solid اللي هو solubility نحن بنعرفه. بالنسبة لل C هو concentration of the drug in bulk aqueous phase. في عندنا حالة خاصة من dissolution rate بنسميها sink condition، هاي تعرفنا عليها بمادة الفيزيكال. sink condition maintain the bulk concentration اللي هو C. بالنسبة لل C اللي هو concentration للبلك، يعني المادة اللي تحتوي على التركيز الأكبر. At low level, otherwise the rate of dissolution is progressively reduced and the plot of concentration against time become non-linear. It's recommended that C should not exceed 0.1 second. بالنسبة للsink condition احنا درسناها بمادة الفيزيكال، هي انه نحافظ على التركيز في مستوى منخفض حتى ما يقل عندنا rate of dissolution. فاحنا بنحافظ على الـ rate of dissolution بيكون عالي، يعني مختصر انه احنا بدنا نحافظ على ما يسمى بالـ dissolution rate انه يكون عالي. فاحنا بنخلي الـ concentration للـ sink condition في lower level. الـ dissolution test الاختبارات الـ dissolution the constant surface method في عندنا، وفي عندنا particulate dissolution. الكونستانت سورفيس ميثود هي احد الطرق اللي بنستخدمها مشان ندرس فيها الديسوليوشن ونعرف قديش الديسوليوشن ريت. يوزز ا كومبريسد ديسك اوف
non-area in a medium of constant agitation system to find the interesting dissolution rate. بنستخدم فيه عبارة عن ديسكات معروف مساحة سطحها مع constant agitation مع تحفيز ثابت بالنسبة للديسوليوشن لحتى نعرف قديش هي الانترنسينج ديسوليوشن ريت نحسب عن طريق الاي دي ار اللي هي انترنسينج. الاليمينيت سيرفيس اريا اند سيرفيس الكتريكال تشارج از ديسوليوشن فاريبل، هاي مش مهمه زياده. بارتيكوليت ديسوليوشن هي التست الاخر اللي بندرس فيه الديسوليوشن. اوايتد اماونت اوف باودرد سامبل از ادد تو ديسوليوشن ميديوم ان كونستانت اجيتيشن سيستم، منجيب عندنا منزين كمية معينة من الباودر ومنضيفه على وسط يصير فيه إذابة ونحسب بيها الديسوليوشن ريت. Frequently used to study the influence of particle size, surface area and excipient upon the active agent. بهاي التست الثاني نحن ممكن ندرس يعني تأثير البارتيكل سايز عليها السيرفيس اريا وجود الاكسيبيانت مع الاكتيف انجريدينت. فهي زي ما بنشوف عندنا احد الاجهزة المستخدمة في حساب الديسوليوشن ريت. اعتقد الجهاز هذا مش مهم، بس مهم انه مش مهم يعني اجزاء، ولكن لازم نتعرف عليه كيف بيعمل. راح يشرح لكم يا الدكتور بكل بساطة. بالنسبة للبي كي اي، حساب البي كي اي بيفيدنا بالديسوسيشن كونستانت. The extent of ionization has an important effect on the formulation and pharmacokinetic parameter of the drug. لازم نعرف احنا البي كي اي للكومباوند لحتى نعرف بالنسبة للايونيزيشن للكومباوند نحسب عن طريق ما يسمى بالكي اي او البي اتش، نحسب عن طريق البي كي اي زي ما نعرف بالقوانين. بالنسبة للكي اي هي اتش بلس مضروبة ب A minus على ال HA. بالنسبة للبي اتش معروف انه حسابه بي كي اي زائد لوغاريتم كونجوجيتد بيز على الاسيد، هاي القوانين كلها مارقة معنا. طبعا حساب البي كي اي هذا بيقودنا الى عدة امور، اولها انه حساب السوليبيليتي للدرج عنده بي اتش معينة، وممكن يحسب لنا الاستابيليتي والسوليبيليتي للدرج بالنسبة للايونيزيشن كومباوند، واخر اشي ممكن هو يعمل لنا حساب للبريسيبيتيشن كومباوند ضمن الميكستشر اللي موجود معنا ضمن الخليط. بعد هيك بدنا ندرس تاثير البارتيكل سايز على الدرج. بالنسبه للبارتيكل سايز هي مهمه مشان ندرس الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز مثل الديسوليوشن ريت والبيو افيليبيليتي. من خلال البارتيكل سايز نحن ممكن نحسن من الديسوليوشن ريت زي ما حكينا، ممكن نحسن من البيو افيليبيليتي بالنسبه للدرج. Content uniformity, taste, texture, color and stability are affected by particle size distribution. طبعا توزع البارتيكل سايز او حجم الجزيئات بالنسبة للدرج كومباوند هذا الشيء مفيدنا مشان اليونيفورميتي انه بيكون منتظم، ممكن الطعم تبعه، ممكن اللون الى اخره، حتى الاستابيليتي ممكن تتأثر بالبارتيكل سايز. ومشان الفلو كاركترستكس هي تعتبر احد خصائص التدفق بالنسبة للكومباوند. بعد هيك بالنسبة للبارتيشن كوفيشنت اللي هو لوج البي. The oil water partition coefficient is measure of a molecule's lipophilic character. Its preference to for the hydrophilic or lipophilic phase. طبعا بالنسبة للبارتيشن كوفيشنت اللي هو لوج البي هو عبارة عن حساب قديش في عندنا lipophilic او hydrophilic ضمن الميكستشر، يعني اذا كان في عندنا ميكستشر ما مي مع زيت مثلا، او الدواء بيكون عبارة عن ماء وزيتي ومائي يعني lipophilic وhydrophilic، فحساب اللوج البي ممكن يعطينا قديش نسبة كل فيز من الاويل اور الووتر. في عندنا الميثود اللي بنحسب منها البارتيشن كوفيشنت اللي هي شيك فلاسك ميثود. مثال عليها الاوكتانول والووتر لما نعمل خلط للمادتين مع بعض، فبنحسب البارتيشن كوفيشنت نحسب نسبة كم نسبة الاوكتانول بالنسبة للخليط والمي بالنسبة للخليط. Absorption of drug from dosage form قديش بيصير عندنا امتصاص لجسمنا للدرج ضمن الدوسج فورم كاملة. إذا كان عندنا البارتيشن كوفيشنت من 0.4 على 5.6 هذا بنسميه مودريت لايبوفيليسيتي اند جود اورال بايو افيليبيليتي، بيكون الدواء ممتاز.
extraction of crude drug من خلال البارتيشن كوفيشنت. نحن ممكن نعمل استخراج للمادة الخام من الدرج او المادة الاساسية بالنسبة للدرج, الاكتف انجريدينت بالنسبة للدرج. extraction of drug from biologic fluid for therapeutic drug monitoring, لحتى نضبط نحن الفعالية العلاجية للدواء ممكن نستخرج المادة الفعالة او الدواء من السوائل البيولوجية اللي موجودة. زي ما بنشوف في عندنا هذا الطريقة او هذا الجهاز ممكن نعمل فيه extraction. زي ما بنشوف في عندنا هون الاويل وفي عندنا هون الووتر, فبنعمل extraction. البي شو تساوي؟ هي concentration dissolved in partition solvent, بالنسبة للسولفنت نحسب كمية او concentration of solvent على concentration dissolved in water, قديش صار في عندنا ذوبان الها ضمن الماء. يعني التركيز الدواء اللي ذايب بالسولفنت اللي هي هون على تركيز الدواء اللي ذاب ضمن الماء. بعد هيك رح ندرس الممبرين بيرميابيليتي اللي هي النفاذية بالنسبة للغشاء. الغشاء المشابه للأغشية اللي موجودة ضمن الجسم, الممبرين اللي موجودة ضمن الجسم. An early assessment of passage of a drug molecule across biologic membrane هو عبارة عن عبور أو نفاذية بالنسبة للدرج إلى عبر غشاء بيولوجي يشبه الأغشية اللي موجودة ضمن الجسم. Lipid soluble substance pass by passive diffusion, أكيد نعرف نحن إنه بالنسبة للممبرين هو عبارة عن باي لاير, طبقتين من فوسفوليبيد, فبيكون عندنا lipid soluble substance المواد الذائبة في الدهون أو المواد الدهنية خلينا نحكي بتمر عن طريق الباسيف ديفيوجن اللي هو الانتشار أو العبور المسهل اللي ما بيحتاج إلى ATP. في عندنا تكنيك using the inverted intestinal sac may be used to evaluate absorption characteristic of a drug substance. في عندنا بعض التقنيات المستخدمة في المختبرات بيجيبوا زي الكيس أو الغشاء اللي بيشبه الأمعاء الموجودة في جسم الإنسان, بيقلبوها يعني بتصير الداخل إلى الخارج وبيشوفوا قديش نفاذية الدواء, بيجربوا نفاذية الدواء عن طريق هذا الساك. فعن طريقة بنحسب احنا الممبرين بيرميابيليتي وبنشوف انه هذا الدواء فعال لانه يصير فيه امتصاص او نفاذية عبر الممبرين او لا. طبعا هم بيدرسوها عن طريق الباسيف ديفيوجن وعن طريق الاكتيف ترانسبورت. طبعا هيك بنكون خلصنا ما يسمى بالفيزيكال والكيميكال كاركترستيك اللي نحن لازم ندرسها لاي فورميلا للدرج لحتى نتأكد من انه سليم ومن انه فعال ويكون عندنا الستابيليتي له عالية. بعد هيك رح ننتقل إلى ما يسمى بالفارماكوبيا. الفارماكوبيا هو عبارة عن دستور الأدوية. طبعا نحن لازم نوحد جميع المعايير وجميع الصيغ الكيميائية لأي أكتف إنجريدينت مجموعة كلها ضمن ما يسمى بالفارماكوبيا. الفارماكوبيا هو دستور الأدوية. كتعريف, the term pharmacopoeia comes from the Greek pharmakon meaning drug والبيون meaning make, يعني هي مشتقة من الكلمة اليونانية pharmakon اللي هي تعني الدواء والبيون اللي تعني make, يعني اصنع الدواء او حضر الدواء او تحضير الادوية او صناعة الادوية. And the combination indicate any recipe or formula or other standard required to make or prepare a drug. يعني لما نجمعهم في كلمة فارماكوبيا تعني هي أي وصفة أو أي صيغة كيميائية مرجعية نحن بنحتاجها لما بدنا نصنع دواء أو بدنا نحضر دواء. فأي مصنع للدواء أو أي محضر للدواء لازم يرجع للفارماكوبيا يشوف شو هي الصيغة, يشوف شو هي المونوغراف المنشورة عن هاي الصيغة الكيميائية لحتى إنه ينشئ أو حتى إنه يصنع دواء وحتى يعمل دواء فعال. As the scientific basis for a drug and a drug product developed, so did the need for uniform standard to ensure quality. طالما انه القواعد العلمية الاسس العلمية للدواء والمنتجات الدوائية عم تتطور, فهذا الشيء بيدعينا لانه لازم نحن نوحد المعايير والمفاهيم للصيغ الكيميائية لحتى نضبط الجودة تبع المنتجات الدوائية ولحتى تكون الادوية مصنوعة بشكل يعني ستاندرد وبشكل مثالي وفعال. This need led to the development and publication of monograph reference book containing such standard to be used by those involved in the production of a drug and pharmaceutical product. فأي شخص بده يصنع
بده يكون صيدلاني بده يحضر دواء بده يصنع اي شيء لازم يرجع لهاي المراجع الكتب المرجعيه والمونوغراف المناشير اللي بتكون موجوده ضمن الفارماكوبيا لحتى انه يصنع هذا الدواء. فهو يعتبر المرجع الاساسي لكل من التصنيعات الدوائيه. organized set of monograph or book this standard are called pharmacopoeia or formularies. يعني تجميع او هاي المونوغراف او هاي الكتب منصنفهم ضمن ما يسمى بالفارماكوبيا اللي هو دستور الادويه. بالنسبه للفارماكوبيا شو بيحتوي؟ بيحتوي على كواليتي سبيسيفيكيشن اللي هو الضمان الوصفات الجوده. لازم يكون عندنا هو بيصف الجوده العاليه. it composed of a set of appropriate tests that will confirm the identity and purity of the product. طبعا هو راح يحتوي على مجموعه من الاختبارات اللي هم بيكونوا عاملينها المختبرات المناسبه لحتى نتاكد من هويه الدواء او المنتج او النقاء تبعه وانه يكون خالي من الشوائب مثلا. ascertain the كمان بالاضافه الى ذلك ممكن strength of the active substance and when needed its performance characteristics. يعني نحن بنشوف قديش مدى قوة الاكتيف انجريدينت او المادة الفعالة ضمن هذا الدواء لحتى انه نستخدمه اكثر من الاكسيبينت او يكون هو الفعال اكثر من الاكسيبينت. general requirement يعني بشكل عام متطلبات عامة بيحتاجها اي محضر لما يعود الى الفارماكوبيا. may also be given in the pharmacopoeia on important subject related to medicine quality such as analytical method microbiological purity dissolution testing stability etc. طبعا لما احنا بدنا نحضر اي دواء لما نرجع الى الفارماكوبيا رح يفيدنا هذا الاشي بعدة اشياء. في عندنا analytical method هي طرق التحليل لان احنا بدنا نحلل العينة وبدنا نستخدمها في صناعة دواء معين. فاحنا بنلجأ الى فارماكوبيا بنشوف انه كيف هي طريقة تحليل هاي العينات او تحليل هاي المواد. فهو بيعطينا الخطوات لحتى نحلل هاي العينة. ممكن مايكروبيولوجيكال بيوريتي بيشوف انه قديش نقاء المادة هاي بالنسبة للميكروبات مثلا انه قديش نسبة نقائها او هل هي صالحة للاستخدام او غير صالحة للاستخدام الى اخره. ديسوليوشن تيستينج زي ما حكينا قبل انه هو اختبارات الذوبان انه بنشوف انه السوليوبيليتي له عالي لهاي المادة قديش نسبة السوليوبيليتي لها او قديش الرينج تبع السوليوبيليتي لهاي المادة لحتى احنا نستخدمها. واهم اشي الاستابيليتي اللي هي الثباتية بالنسبة للمادة. زي ما بنشوف هذا في عندنا مونوغراف موجود عندنا بالفارماكوبيا بنشوف هي صيغة الشكل الكيميائي إلها. بنشوف هاي هي الترتيب إلها ككيس ضمن الفارماكوبيا بيكون مرتب ضمن رقم معين. في عندنا الصيغة العامة إلها C17H18 إلى آخره. المولكولار ويت بيعطينا معلومات عن المولكولار ويت. بيعطينا كيف شو هي المركبات الأساسية اللي داخلة فيها. طبعا هذا مركب أوميبيرازول صوديوم. كتعريف بيعطينا كمان شو هو التعريف تبعه الى اخره. هاي المونوغراف بس للاطلاع مش للحفظ. شايفين زي ما بنعرف انه بيكون معطينا خطوات او بيكون معطينا معلومات عامه او شامله عن المركب اللي نحن بنستخدمه. الابيرنس كيف بيكون المظهر تبعه، السوليبيليتي تبعه كيف بتكون ضمن الماء ضمن الكحول ضمن الايثانول الى اخره. بيعطينا معلومات عامه وشامله مثل البي اتش، ممكن هاي الاختبارات اللي هم بيعملوها وبيكونوا مثبتينها ضمن الفارماكوبيا. مونوغراف دوزج فورم، هي بيعطينا مونوغراف انه عن الدوزج فورم. طيب انواع الفارماكوبيا، بالنسبه لانواع الفارماكوبيا عندنا خمس انواع اللي هن يو اس بي 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 اي بي اي بي والجي بي. طبعا اختصار الى البلدان، عندنا اليونايتد ستيت فارماكوبيا وهو المنتشر اكثر شيء، في عندنا البريتش فارماكوبيا، في عندنا الايوروبيان فارماكوبيا، عندنا الانترناشونال فارماكوبيا هذا بيكون عام وشامل لكل البلدان، في عندنا الجابانيز فارماكوبيا. بالنسبة للبريتش فارماكوبيا، the current edition of the British Pharmacopoeia comprise the following volume. طبعا نحن بنعرف بما انه هو دستور للأدوية فهو يحتوي على العديد من الأقسام، على العديد من المؤلفات أو من الكتب. فبالنسبة للفارماكوبيا، البريتش فارماكوبيا راح يحتوي على خمس مصنفات أو خمس مغلفات. بالنسبة للفوليوم 1 and 2 contain monograph for medicinal substance. بالنسبة لل الكتاب الاول والثاني راح يحتوي على المناشير اللي بتخص الميديسينال سبستانز المواد الطبيه.
بالنسبة للمجلد الثالث أو الكتاب الثالث راح يحتوي على الفورميليتد بريبريشن بلود ريليتد برودكت اميونولوجيكال برودكت وراديو فارماسيوتيكال بريبريشن وسيرجيكال ماتيريال وهوميوباثيك بريبريشن. راح يحتوي على مستحضرات مصممة جاهزة هم بيكونوا حاطينها. بلود ريليتد برودكت اللي هن المنتجات أو المستحضرات اللي بتكون لها علاقة بالدم. اميونولوجيكال برودكت المنتجات أو المستحضرات المناعية. الراديو فارماسيوتيكال بريبريشن اللي هي بتكون المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية. والسيرجيكال ماتيريال والهوميوباثيك بريبريشن اللي هي بتكون المواد اللي لها علاقة بالجراحة أو بالطب. بالنسبة للمجلد الرابع راح يحتوي على سبلمنتري تشابتر مثل اي ار سبيكترا او الى اخره. راح يحتوي على تشابتر مقدمة او اقسام مكملة للمجلدات الثلاث الاولانية مثل اي ار سبيكترا او الى اخره. بالنسبة للفوليوم الخامس المجلد الخامس راح يحتوي على الفيترنري اللي هو الطب البيطري. What does the BH bridge pharmacopoeia contain؟ شو بيحتوي البريتش فارماكوبيا؟ The British 2017 Pharmacopoeia include almost 4000 monograph. فيه حوالي 4000 دراسة. هاي الدراسة شو بتحتوي؟ بتحتوي على the drug substance, excipient, formulated preparation. أكيد بتحتوي على المواد الدوائية اللي نحن نستخدمها بالتصنيع. الexcipient أيضا بتحتويها. والformulated preparation المستحضرات اللي للصياغة الكيميائية بتكون جاهزة. طبعا هذول بيكونوا مجموعين مع ما يسمى بالجنرال نوتيسز ابندكس اللي هي التست ميثود او الرياجنت او الى اخره. بيكون موجود معنا شو احنا ممكن نستخدم الميثود لحتى نصنع فيها هذا الدواء بالاضافه الى المواد الدوائيه اللي موجوده بالقبل. And reference spectra used in the practice of medicine all comprehensively indexed and cross referenced for easy reference. كلها بتكون موجوده في عندنا بشكل مفهرس وشامل لحتى يسهل الوصول اليها. لحتى احنا بدنا اي دراسه بتكون معينه فاحنا بنروح على الفهرس بنشوف الاندكس وبنسهل الوصول اليها. Items used exclusively in veterinary medicine in the UK are included in the British Pharmacopoeia Veterinary. طبعا بالنسبه لليوكي جريت بريتن اليونايتد كينغدم بيستخدموا بالنسبه للطب البيطري فمرجعهم الاساسي راح يكون عندنا البريتش فارماكوبيا بالنسبه للبيطري. هاي زي ما بنشوف بعض المونوغراف ايضا للاطلاع. هاي دوزج فورم عندنا مونوغراف دراسه عن دوزج فورم عن الاختبارات او عن الميثود اللي نحن ممكن نستخدمها. في عندنا بالإضافة إلى البريتش فارماكوبيا ما يسمى البي إن إف اللي هو بريتش ناشونال فورمولاري. طبعا هي عبارة عن ببليكيشن آر ببليش جوينتلي باي ذا بريتش ميديكال أسوسيشن أند ذا رويال فارماسيوتيكال سوسيتي. هذا المرجع طبعا تم إصداره عن طريق البريتش ميديكال أسوسيشن اللي هي المؤسسة الطبية البريطانية والرويال فارماسيوتيكال سوسيتي مجتمع الرويال الصيدلاني. هذول انشأوا ما يسمى بالبي ان اف وهو يعتبر يعني مستقل عن البريتش فارماكوبيا ولكن هو نوت ماركت ميديسينز انه ما بيصنع او ما مثلا ما بيعتبر هو المسوق للأدوية من حيث الفورمولا او من حيث الريسيبس. The British National Formulary is United Kingdom Pharmaceutical Reference Book. هو يعتبر الكتاب المرجعي باليونايتد كينغدم. That contain a wide spectrum information and advice on prescribing and pharmacology. طبعا هو يعتبر بيعطي معلومات أو نصائح بالنسبة للتحضيرات الدوائية أو للأدوية along with specific facts and details about many medicine available in the UK. فطبعا هو راح يعطينا معلومات أو حقائق أو اختبارات موجودة على بعض الأدوية اللي تستخدم ضمن UK. Information within the BNF include indications, contraindications, side effect, doses, legal classification, name and prices of available, proprietary and generic formulation and any other notable point. طبعا المعلومات اللي بتحتويها البNF البريتش ناشونال فورمولاري راح يحتوي على بعض الموانع، راح يحتوي على الدلالات للصيغ الكيميائيه، راح يحتوي على الاثار الجانبيه، ممكن الجرعات، ممكن التصنيفات القانونيه لاستخدام بعض المواد او عدم استخدامها، راح يحتوي على اسماء واسعار لبعض المستحضرات،
والملكية العامة المتاحة للمستحضرات اللي نحن بدنا نصنعها، وممكن تحتوي على بعض النقاط الأخرى. PNF publication reflect current best practice as well as legal and professional guidelines relating to the use of medicine. طبعا منشورات اللي بتحتويها PNF تعكس أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية والقانونية لأي دواء، فتعتبر هو يعني المرجع اللي بيستخدموه غالبية المصنعين بالنسبة للدواء ضمن البريتش أو اليوكي. Content include شو ممكن يحتوي الـ PNF بالنسبة لل UK guidelines. في عندنا guidance on the drug management of common condition، رح يكون في عندنا إرشادات بشأن إدارة أو ضبط هذا الدواء ضمن ظروف مشتركة أو ظروف معينة. في عندنا details of medicines with special reference to their uses, caution, contraindication, side effect, doses and relative cost. طبعا رح يعطينا تفاصيل عن الأدوية مع إشارة خاصة لطريقة استخدامها، التحذيرات، الاستطبابات نحن ليش ممكن نستخدمهم، الآثار الجانبية، الجرعات والتكاليف اللي بتكون مرتبطة معها. Guidance on prescribing, monitoring, dispensing and administering medicines. طبعا بيعطينا إرشادات كيف احنا ممكن نوصف هاي الأدوية، كيف ممكن نراقبها، كيف ممكن نوزعها، وكيف ممكن نعملها إدارة. هاي اليو اس بي اللي راح ننتقل اليه حاليا اللي هو United State Pharmacopoeia. The United State Pharmacopoeia and the National Formulary USPNF is the book of public pharmacopoeia standard for chemical and biological drug substance. طبعا الريفرنس المستخدم في الـ USA هو عبارة عن الفارماكوبيا USPNF اللي هو United State Pharmacopoeia والناشونال فورمولاري. طبعا هو مشترك في كتب تحتوي على المراجع اللي نحن مستخدمها مشان الكيميكال والبيولوجيكال دراج سبستانس، المواد الطبية أو الدوائية من ناحية كيميائية وبيولوجية. بيحتوي على الدوزج فورم اللي هي الصيغ الدوائية، كومباوندد بريبريشن اللي هي تحضيرات المواد او المركبات، والاكسيبيانت بنعرفهن وزي الميديكال ديفايسز في الاجهزة الطبية، وديتري سبليمنت المكملات الغذائية. طبعا اليو اس بي راح يحتوي على ثلاث مجلدات. المجلد الاول راح يحتوي على جنرال تشابتر اللي هن التشابترات العامه اللي بتحتوي على المعلومات العامه عن البيولوجيكال والكيميكال دراج سبستانس. الفوليوم الثاني والثالث، المجلد الثاني والثالث راح يحتوي على الدراسات والمونوغراف. يو اس بي ان اف جنرال تشابتر، الجنرال تشابتر شو بتحتوي؟ بتحتوي على مثال يعني الفارماسيوتيكال كومباوندينج اللي هن المركبات الصيدلانيه، الاستيرايل بريبريشن التحضيرات المعقمه. USP develops standard for preparing compound sterile drug to help ensure patient benefit and reduce risk such as contamination, infection or incorrect dosing. طبعا الـ USP رح يطور لنا المعايير المتقدمة من أجل تحضير مركبات بتكون معقمة أو أدوية معقمة بشكل كويس لحتى تساعد المريض لحتى أنه يحصل على الفائدة وتقلل من المخاطر اللي ممكن تحدث بسبب تلوث، بسبب الانفكشن أو incorrect dosing لما يأخذ الإنسان مثلا جرعة غير صحيحة أو غير مضبوطة، فهذا الشيء ممكن يسبب مشاكل للمريض. فضمن الجنرال تشابترز رح نحدد شو هي الجرعات، رح نحدد شو هن الكونتامينيشن اللي ممكن يصير لحتى نتجنب هاي المخاطر. بالنسبة للجنرال تشابتر فور كومباوندينج شو بيحتوي كمان؟ Pharmaceutical Calculation and Prescription Compounding. طبعا نحن لما يصير في عندنا وصفة دوائية لازم يكون في عندنا حسابات للجرعات وللمركبات اللي ممكن موجودة ضمن هذا الدواء. USB General Chapters 1160 provides guidance for appropriately performing the necessary calculation for compounding and dispensing medicine. طبعا هو رح يعطينا الكمية أو الحسابات الصحيحة لهذه المركبات لحتى احنا نصنع منها دواء ونصرفها كدواء. The chapter provide information for variety of determination including quantity of ingredient, dosage, infusion rate, endotoxin load, stability and expiration date and provide
illustrative sample calculation. طبعا الفصول اللي بتكون موجوده ضمن اليو اس بي ان اف راح توفر معلومات عن مجموعات متنوعه، منها كميه المكونات او الجرعات ومعدلات التسريب او معدل التدفق للماده، وممكن يكون في عندنا الستابيليتي السمية لهاي المواد، قديش ممكن تكون نسبة السمية لهاي المواد، الثباتية لها، تاريخ انتهاء الصلاحية، وبيعطينا حسابات نموذجية وتوضيحية للمركبات ضمن الدرج. بالنسبة للكومباوند بريبريشن مونوغراف، الدراسات اللي بتكون موجودة ضمن اليو اس بي ان اف، يو اس بي كومباوند بريبريشن مونوغراف انكلود ذا فولوينج. شو ممكن يحتوي اليو اس بي مونوغراف؟ اول شيء الفورمولز اللي هي انجريدينت والكوانتيتي، راح يحسب لنا قديش هي المواد الفعاله وكميتها، قديش ممكن نحن نحط منها ضمن الدوزج فورم. بيكون في عندنا دايركشن اللي هي التوجيهات لحتى احنا نستخدم هاي الكومباوند او نحضرها بالشكل الصحيح. بايوند يوز ديت بيزد اون ستابيليتي ستاديز، تاريخ استخدام الكومباوند هذا. الباكجينج اند ستورج انفورميشن، بيعطينا معلومات عن التخزين وكيف نغلف الماده الدوائيه. اكسبتبل بي اتش رينج، بيعطينا الرينج الموافق لهاي الماده، درجه حموضتها ممكن تكون قلويه ممكن تكون حمضيه. الاستابيليتي انديكيتنج اسيز، انه بيعطينا كيف نحن ممكن نحافظ على معايير الاستابيليتي لهاي الماده. هاي زي ما بنشوف بالنسبة لليو اس بي ريفرنس ستاندردز مونوغراف موجودة عن بعض المواد. طبعا هاي زي ما حكينا انه بيكونوا بس فقط للاطلاع. طبعا بالاضافة الى الفارماكوبيا اللي يعتبر احد المراجع الاساسية في التحضيرات الدوائية، في عندنا منظمة تسمى منظمة الايزو المعروفة اللي هي International Organization of Standardization، هي منظمة الدولية للتوحيد القياسي، لتوحيد المعايير القياسية للتصنيع الدوائية. is an international consortium of representative bodies constituted to develop and promote uniform or harmonized international standard. هي تعتبر هي مجموعة دولية زي ما حكينا من الهيئات الممثلة اللي بتم تشكيلها، نحن يعني بنستخدمها مشان نطور ونعزز المعايير الدولية الموحدة للتصنيعات الدوائية. فأي دواء ممكن احنا نضبطه، ممكن نشوف قديش مثلا الفورميلا تبعه او الكوانتيتي تبعه، لازم يمر عن طريق الايزو لحتى يحصل على شهادة الايزو اللي نحن بنعرفها، اللي هي ضمان الجودة وانه هذا الدواء صالح للاستخدام او انه هذا الدواء معاييره عالية. Among the various ISO standards used in the pharmaceutical industry are thus in the series ISO 9000 to ISO 9004. طبعا من بين المعايير الايزو المختلفة، طبعا في له معايير محددة لازم يمر عبر هذا الدواء، بتكون طبعا هي متسلسلة من 9000 الى 9004، هذا مش مهم الحكي، المهم انه هذا الايزو شو بيحتوي؟ بيحتوي على standard pertaining to development, production, quality assurance, quality control, detection of detective product, quality management and other issues such as product satisfy, safety and liability. يعني بيكون في عندنا تطوير الانتاج، ضمان الجودة، مراقبة الجودة، كشف المنتجات المعيبة وادارة الجودة وقضايا اخرى مثل سلامة المنتج والمسؤولية. بالاخير في عندنا اللي هن الفارماسيوتيكال جورنالز اللي هن الصحف او الجرائد الصيدلانية اللي هي المعتمدة كريفرنس، ولكن اقل اعتماد من الفارماكوبيا والايزو. في عندنا انترناشونال جورنال اوف فارماسيوتيكال، هاي مثال على احد الصحف الصيدلانية. في عندنا بعض المواقع اللي ممكن احنا نستخدمها ايضا كريفرنس ولكن بيتفاوت درجة الثقة فيها. في عندنا جوجل سكولر، في عندنا ساينس دايركت، بوب ميد، سوبز، ويب اوف ساينس، هذول بعض المواقع اللي احنا ممكن نستخدمها اذا بدنا نرجع لاي تركيبة دوائية. وهيك بكون ان شاء الله خالص الشابتر، بالتوفيق للجميع.